ولا من أجل هذا أو ذاك يثبت. وإن تزلزلت الجبال وإن عصفت العواصف فيثبت على الحق. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب زواج زوجها بزوجة أخرى؟ لا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق بسبب أن زوجها تزوج عليها، لأن هذا من حقوقه التي جعلها الله سبحانه وتعالى له، وقد نص الله في كتابه على ذلك. الله يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وأنت مسلمة وزوجك مسلم وقد قرأت القرآن فتزوجت مسلما تعرفين أن الله أباح له التعدد. ألا تؤمنين بما ورد في كتاب الله؟ ألا تنظرين إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابيات كيف عدد عليه الصلاة والسلام، وعدد الصحابة وعدد الأئمة وعدد العلماء، فكيف تسألين الطلاق؟ اسألي زوجك أن يكون عادلا بينكن، وأن ينصف بالحق، وأن يعطي كل واحدة حقها من مسكن وملبس ومشرب وطعام، وكذلك من مبيت، لأن هذه الحقوق. فلا مانع أن تطالبي بحقك، لكن لا يجوز لك أن تطلب الطلاق. حرام على المرأة الجنة أن تسأل زوجها الطلاق من غير بأس. أي امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه، وفي بعض الروايات أن المرأة إذا طلبت الطلاق أو طلبت الخلع فإنها لا تجد رائحة الجنة. وجاء أن المختلعات هن المنافقات. فالواجب على المرأة أن تتقي الله في نفسها، وأن تتقي الله في زوجها وأولادها وبيتها، وأن تحرص أشد الحرص أن تأمر زوجها بالعدل، وأن تقول له: نسأل الله لك التوفيق، فهذا حقك، ولكن عليك أن تعدل بين زوجاتك وتساعده على هذا العدل، وتدعو له أن الله يؤلف بين القلوب ويصلح البيت بزوجتيه أو بثلاث زوجات أو بأربع زوجات بما أباح الله له. والمرأة عليها أن تغالب هواها وتدفع انتقامها، لأن المرأة لا تفعل هذه الأفاعيل إلا عن هوى، لأنها تريد أن ترضي نفسيتها بأنها لا تريد مشاركا في زوجها. هذا لا يجوز. لا يجوز لك أن تؤذي هذا الرجل بكلمة أو بقول أو بفعل لأنه فعل شيئا مباحا له، أباحه الله، وأنت مسلمة. ما دام أنك مسلمة، إذا لماذا تزوجت وأنت تعرفين أنه مسلم قد يتزوج وقد يعدد؟ فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصنع هذا، بل عليها أن تدعو لنفسها وزوجها وأولادها على أن هذا البيت يكون بيتا فيه من الاستقامة والصلاح وإقامة السنة، وأيضا تدعو لزوجها أن الله يعطيه من القوة ويعطيه أيضا من إقامة العدل بين أزواجه. نسأل الله التوفيق للجميع، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.